مرحبا والتحية الصباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة لعد التحقوا بنا اللحظة وغادي نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي عند ليلى أم ياسين. صباح الخير ليلى. صباح الخير لالا سناء. لاباس عليك؟ صبحتي مزيان؟ الحمد لله. كي داير انت؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. كلشي بخير الحمد لله. واش مبروكه؟ ما شاء الله على داك اللحم المشوي اللي كنتي عطيتي شحال هذه جغزال والديب. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله يعطيها الصحة اختي. بارك الله فيك يا ربي. امين. شكرا لكم بزاف والله الا حنايا واخا كنتواصل انا وياك في الواتساب ولكن ماشي بحال في البرنامج شكل اخر فعلا. مرحبا بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نعطيو الهوات للوليدات في الحقيقه راه نتحايلو تنديرو سبب الوليدات راه صح حنا ما تنخليوش حقنا. هادشي اللي كاين فعلا الكبار والصغار والحمد لله الواحد يعني غير نديرو شي حاجه اللي هي شويه صحيه باش شويه لنا الصحه ولات على قد الحال. هادشي اللي كاين فعلا. غادي نبدا بعدا قبل تبارك الله وما شاء الله على اختي حوريه شهير الوصف اللي تعطيه تتعطي طبيعيين وعيطوا لي بزاف ديال المستمعات يشكروها من هذا المنبر. بغيت نوصل لها نقول لها المستمعات يشكرك شكرك بزاف بزاف. اييه نبداو اختي. عندنا الخبز بالخرطال، عندنا نص كيلو ديال الحرش، وعندنا واحد جوج معالق كبار ديال الفولس، و200 غرام ديال الخرطال، واحد ياغورت طبيعي، عندنا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هاد المعلقة الكبيرة تنديروها في واحد زلافة ولا كاس كبير مع شوية ديال المدافي ومعلقة صغيرة ديال السنيدة ونخليوها تخمر. وعندنا قريصة ديال الملح، وعندنا تقريبا واحد الكيسان ديال المدافي باش غادي نجمعو. اييه تنجمعو هاد الخليط كامل مع داك الخميرة اللي دوبنا في الماء مع داك جوج كيسان ديال الماء حتى تنجمعو كلشي تندلكوها مزيان، وتناخدو المول يكون مستطيل تن إما نلبسوه الورق ديال الطهي ولا ندهنو عير بالزيت ولا الزبدة، وتنقسموها تنديرو الزبيب تنديرو فيها الزبيب واحد شوية ديال بلافة صغيرة ديال الزبيب يكون مغسول وناشف، وتنخلطو كلشي مزيان وتنقسمو هاد الخبز تنقسموه على جوج، واحد تنزيدو فيه الكاكاو وواحد تنخليوه عادي. اييه تناخذوا داك المول المستطيل تنديروا كويره من الخليط الابيض وكويره من الخليط الاسود، تنبقاو غادي على هذه الطريقه حتى تنكملوا داك المول الطويل، تنغطيوه بلاستيك غذائي وتنخليوه حتى يخمر. ماشي غيبغي نحسوا به غادي يفيض لينا من داك المول. اييه ومن بعد تندهنوا بشويه ديال الحليب مع تنخلط شويه الحليب مع الكاكاو. انا دائما لا في الفقاس ولا في البريوش لا في اي حاجه ولا في الكرواسه لا في اي حاجه بغينا ندهنوها ما تنديرش البيض والخل والقهوه سريع الذوبان، تندير الحليب والكاكاو تيعطيه واحد اللون زوين بزاف، وفي نفس الوقت مثلا بحال الفقاس ماشي هذاك البيض اللي دهناه بالبيض تيفرقع علينا داك الفقاس ملي تندخلوه للفران الطيبه الاولى. يعني كتخلطي كدهني بالحليب والكاكاو صافي تنطرب جربوها انتيا. اييه هذيك نصيحه تنطربها مزيان تندهنوا بها تندخلوه يطيب. ملي يطيب ويخرج راه ملي تخليه حتى يبرد تنحيدوه من المول، ملي تتقطعي راه تعطي واحد المنظر زوين ما بين العجينه اللي فيها الكاكاو والعجينه العاديه. اييه الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك ليلى.